انا دلوقتي شفت مرات عمي بدخول عم. لا 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 يا هانم، مية مية والله، واضح انت مستحمية النهاردة. قشطة، انا رحت قلت لعمي خلص دوري ولا دوري ما خلصش؟ ايه اهلا بيكم، تعالوا نشوف القضية دي اللي حصلت في بلبيس محافظة الشرقية. انا بس السؤال، انا وانا ماشي كده و ناس قالوا لي على فكرة صاحبك اللي شغال معاك في المكتب على فكرة مراته ماشية مش مظبوط، انا ازعل؟ يعني انا دلوقتي ماشي في الشارع واحد جه قال لي على فكرة مش انت معاك فلان الفلاني شغال معاك في المكتب، اقول له فكرة مراته ست مش كويسة، ده يزعلني؟ انا مالي انا مالي، يكش حتى تكون عارف الرجالة كلها، انا اللي يزعلني؟ لا هي اختي ولا هي بنتي ولا هي زوجتي ولا هي امي ولا هي حاجه خالص، حي الله مرات واحد صاحب يغور هما الاثنين مع بعضهم. طيب لو جه قال لي على فكره عارف الاستاذ محمد اللي ساكن فوقيك؟ ايوه. عارف مراته؟ ايوه طبعا دي جارتي، اول ما بينزل الشغل يا معلم في واحد بيطلع لها. انا اتضايق؟ انا مالي، جاري ومراته مش كويسه، انا ايه اللي زعلني؟ من حقي ازعل؟ لا مش من حقي ازعل، لا اختي ولا امي ولا بنتي ولا اي حاجه، ايه اللي زعلني؟ طيب لو واحد جه قال لي على فكره مرات اخوك، اخوك على فكره مرات اخوك ماشيه مش كويس وماشيه مع فلان الفلاني، دي مرات اخويا، لكن عرضي؟ لا مش عرضي. شرفي؟ لا مش شرفي، ده عرض اخويا وشرف اخويا. انا اعمل ايه؟ اولا لازم قبل ما اقول لاخويا لازم اتاكد، لان لو قلت المعلومه دي لاخويا من غير ما اكون متاكد انا هخسر اخويا، هيقول انت ثبتني في عرضي وجبت سيره مراتي وجيت سمحت الواحد يجي يقول لك الكلام ده، فكده ممكن اخسر اخويا وهخسر مرات اخويا. يبقى انا لازم الاول اتاكد واعرف، وبعد كده اروح لاخويا اقول له على فكره يا اخويا في واحد جه قال لي كذا كذا، وانا قبل ما اقول لك اتاكدت انه فعلا انت بعد ما بتنزل في حد بيطلع لها فوق، يبقى كده منطقي. طيب لو حد جه قال لي على فكرة خالك، ماله خالي مراته مش كويسة، هل هينطبق عليه زي اخويا؟ يعني خالي زي اخويا؟ يعني خالي هو عرضي وهو شرفي؟ لا، ده حيا الله اخو امي، ممكن اقول له ممكن ما اقولوش، ولا انا مالي، ده شرف وعرض ودم ومصيبة سودة وإلا سير الناس. لا يا عم ليش دعوة، يحق لك كده. طب لو عمك نفس النظام، لو عمي نفس النظام برضو، ايه اللي زعلني انا وايه اللي خليني اروح اقول كلام ممكن اتحاسب عليه؟ لكن لو اخويا ولا ابويا ولا ولا، لا هتكلم واعمل. طب تعالى نشوف اللي حصل في بلبيس محافظة الشرقية. جماعة رجال اعمال وبتاع وشغالين في الفاكهة وبيروحوا مزارع وعندهم مزارع موالح ومية مية والدنيا عايشة معهم زي الفل. يعني انا يعني بزعل جدا لما مثلا الراجل عنده مزرعه مثلا موالح موز ويوسف وحاجه زي كده، والراجل مش موجود، الا امراته بتنزل تكلم العمال وتكلم الناس اللي جايه تشتري، جوسها مش موجود بتنزل تقول لك انا مليون راجل، ايه الست مش مكان؟ يا جماعه الراجل اللي يحب زوجته يعاتها في البيت، لانه حته ان السوجه تنزل للعمل مش مظبوطه. اولا بتتعرض حتى لو ما كانش بالتحرش باليد الفعلي هيبقى باللفظي، وهتسمع كده بعدين الزوج في البيت ما بيقعدش يقول لمراته ايه؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يا سلام، ده انا والله العظيم ربنا كرمني، ده انت وشك زي ما بيقولش كده، لكن تروح الشغل هي صاحبها، ازيك يا مدام عامله ايه؟ يعني النهارده زي البدر، بسم الله ما شاء الله، يا بخت والله العظيم، يا بدر منور. طيب ما بتسمعش الكلام ده من جوزها؟ انا مره كنت في مصلحه حكوميه والله العظيم دي سمعتها بنفسي، كنت رايح اخلص ورق فقاعد مع الموظف استاذ حنفي ازيك ومش عارف ايه، والله لازم تقعد، فانا قاعد ثلاث مكاتب هنا وثلاث مكاتب هنا وانا قاعد واخد كرسيين وقاعد انا والراجل اللي عزمني ده انا اقعد، فقاعدين يهزروا، فالراجل بيقول لي البست ايه يا هانم مية مية والله واضح انت مستحميه النهارده. قشطه. لا 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 لا، هي وصلت لكده؟ وصلت ان الزمايل في الشغل الموظف والموظف يهزروا مع بعضهم
ويقول لها انت واضح ان انت مستحميه النهارده يا مدام، بسم الله ما شاء الله صباحيا مباركه يا دي النيله. عرف يا رب تعالى وقالت له ايه؟ قالت له اه ما انا متجوزه ذكر عامل زي مراتك انت اللي بتشتكي في الطلعه وفي النازله. يا لهوي، هي وصلت الفضايح لكده في وسط الشغل وقدام انا واحد غريب قاعد. كنت قاعد يا نهار اسود يا نهار اسود على اللي بيحصل. تخيلوا بقى لما العلاقة وصلت بين الموظفين وبعضيهم من كتر العشرة، ده بينزل بيمشي بيقعدوا مع بعضهم من الساعة 8 بيمشوا الساعة 4 بيقعدوا يسهروا وبيضحكوا وده وده، فبقت في ألفة بينهم وبين بعضهم، فممكن يهزروا مع بعضهم يمسكوا قدام بعضهم يخبطها كتف تخبط كتف يمسكها من هنا تمسكوا من هنا، والمكاتب جنب بعضيها، وبدل ما يشتغلوا كل واحد يمسك في التاني. ما هو يا جماعة لما مدام بقى فيه ضحك وهزار وعلاقة إنسانية جديدة يومية، تخيلوا مثلا 10 سنين 15 سنة قاعدين ببعضيهم، بيبقى فيه ألفة بين الموظفين وبعضيهم. هي بتحكي له إن اتخانقت مع جوزها، وهو بيحكي لها إن اتخانقت مع مراته واتخانق مع مراته، هي بتشكي له شكوتها وهو بيشكي لها شكوته، هما الاتنين ملاكة مع بعضيهم. فأصبحت العملية صون فصول. فالست دي في المزرعة بتنزل تكلم ده وتكلم ده وتكلم ده، فشافت واحد اعجبت بيه اعجبت بيه حبته، ما حبتهوش جوزها مأثر معاه، فعايزة اي حد يلبن ده الجسد معاه، مش بقاش من حب ده خالص. فتعرفت عليه وكان كل شوية يجي بحجة ان هو بيبص على الموالح ويبص على المزرعة ويبص مش عارف عليه. ابتدت تقول له انه تدخل تشرب شاي عندي. يا ستي لا والله العظيم الشاي لازم تدخل تشرب الشاي عندي. مجرد ما دخل شرب الشاي عمل كل حاجه، لبن داء جسده ولبن داء جسدها والعمليه فارت على بعضيها. واستمر الوضع على كده لغايه ما في يوم من الايام في شاب اسمه رضا شاف الوضع ده. رضا ده تبقى الست دي مرات عمه، مرات عمه، يعني مش واحده غريبه، دي مرات عمه، عمه متجوز واحدة. الشاب ده شافها في وضع مخل مع رجل غريب، راح قال لعمه. طيب هنا بقى انت تأكدت يا رضا من خيانة مرات عمك؟ ايوه. الشاب بيدخل جوه بيقعد نص ساعة ولا ساعة وبيطلع ومفيش حد معاه. ماشي بيحصل غلط. انت قلت لعمك لما قلتش لعمك؟ قال قلت لعم. في حاجة اكتر من كده؟ انت من حقك تعمل حاجه اكتر من كده. خلاص انت شفت وضع غلط رحت قلت لعمك، على فكره يا عمي مراتك بعد انت بتمشي في فلان الفلاني بيدخل عندها وبيطلع هما لوحديهم، خلص الموضوع مالكش دعوه تاني. ليه دعوه يا جماعه؟ هو ده السؤال اللي بساله. اكتبوا لي تعليقاتكم في الكومنتات. انا دلوقتي شفت مرات عمي بتخون عم، بتخونه مع واحد وانا عارف الواحد ده صاحبي وبيدخل يعمل معاها الرزيله ويلبي نداء جسدها ويلبي نداء جسد، انا رحت قلت لعمي خلص دوري ولا دوري ما خلصش؟ ايه شيء طبيعي ان دوري كده خلص، انا عملت اللي عليا، كل اللي عليا عملته، شفت وضع غلط بيمسني انا كواحد من الاسره وواحد كمان ده درجه اولى عمي، فرحت قلت له يا عمي خلي بالك مراتك كذا وكذا وكذا، المفروض خلص دوري. عمه قال له مالكش دعوه. عمه اللي هو الزوج قال له مالكش دعوه. خلص الموضوع لما خلص الموضوع. انا مش انا بستغرب، يعني انا دلوقتي واحد بيقول لي واحد مراتك بتخونك قال لي مالكش دعوه، انت مالك عايز ايه اكتر من كده؟ انت انا موافق يا سيدي، على قلبي زي العسل، على قلبي بيسكتها عني، على قلبي بيشبعها بعيد عني، انا مش قادر، اهي بتخلص نفسها من بره بره، اهي بتلقى اللي بيسكتها، اهي بتلقى اللي بيمتعها، أبي اللي بتلبي لها نداء جسدها، أهو على الأقل زن بتاعها وإحراجها ليا كل شوية تعالى عندي تعالى عندي وأنا مش قادر، وأعمل نفسي عبيط. ما في رجالة يقول لك إيه؟ طب هي كل شوية تعالى أنت مش معايا ليه؟ أنا ليا حقوقي الشرعية، وأنا ما عنديش خلاص أنا بح. مرة واحدة سكتت. أنا ببقى عارف من جوايا إن هي سكتت عشان لقت حد بيكفيها. لكن أنا عشان بحبها ومش قادر وأنا راجل لا مؤاخذة ساكت. انا مدام نبهتك يا عمي وقلت لك دوري خلص، عمك قال لك مالكش دعوه، انا عارف انا موافق خليه ينام معاه خليه يعمل معاه كل حاجه ما حدش ليه دعوه بيا، يبقى الموضوع خلص. مدام العم
وافق على نفسه انه مراته بتخون وهو ساكت، انت مزعلك ايه؟ انت ايه اللي مزعلك؟ لا الشاب ما عجبوش الكلام ده، راح تاني يوم جاب صاحبه ده الشاب وراح جاب له عصير تفاح وراح حط له مواد مخدره وراح بنيمه وراح مقعده في الجنينه وهشم راسه بعصا غليظه ثم حفر 3 متر في الارض وراح دفنه وردموا عليه. ردم عليه. طب انت من حقك تعمل كده؟ هو ده السؤال. الواحد لو عرف ان مرات عمه ماشيه بطال، من حقي انا ادخل اقتل هذا الشاب وادفنه؟ طب والشاب ماله؟ الشاب ماله؟ ما يروح يشوف مرات عمه، مع مرات عمه هي اللي فتحت الباب، مرات عمه هي اللي اتكلمت، مرات عمه هي اللي دخلته جوه البيت، مرات عمته اللي خلعت، مرات عمته اللي دخلته جوه حضنها، مرات عمه هي اللي جرته من ملابس، مرات عمه هي اللي سلبته نداء الجسد وسلبها نداء جسدها. يبقى المفروض اللي تتجازى وتتضرب وتتقتل مرات العم لو انت عايز تقتل ومش من حقك. لكن تجيب الشاب ده وتخدره وتنيمه وتقتله وتدفنه في 3 متر في المزرعه، انت مين؟ ده مش بتخونك في مراتك انت، ده مرات عمك، وانت قلت لعمك وعمك مالكش دعوه. قال لك مالكش دعوه، تروح تقتل ليه؟ ضيعت نفسك. الراجل وموافق ان مراته بتخونه. انت ايه اللي يقول لك مرات عمي؟ طب انت من حقك؟ هو انت الزوج؟ وانت فاكر ان القاضي هيعمل لك ظرف مخفف على اساس ان ده عرض وشرف؟ ده مش عرضك ومش شرفك، ده عرض عمك وشرف عمك. انت ضيعت نفسك ليه؟ هو ده السؤال لازم نجاوب عليه، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.